طيب علي على هاشتاج البرنامج يقول اسأل خالد القحطاني، هل النصر افتقد لخدمات مرابط وبيتروس؟ صحيح وبشكل واضح جدا، تحديدا ابو لطيفه الكابتن نور الدين مرابط، اعتقد انه نقطه الطرف الايمن الى الان ما زالت يعني تحل بلاعب عمق مثل الكابتن سامي النجعي، فالكابتن نور الدين مرابط فعلا فقد بيتروس، فقد بسبب انه انسلمو يعني وقع معاه كلاعب مصاب، فاعتقد انه فعلا كان لهم فقدان، لكن النصر بعمومه يعني ما ادري كان مدخل في محوره ولا لا، لكن ما تعامل مع احتياجاته للامانه بشكل جاد، خلينا نقول يعني انت تصادق على كلام المشجع اللي قبل شوي طلع في نقطه نظام، قال ان الصفقات كانت لكسب اشياء خارج الملعب وفقدت داخل الملعب؟ ما اسميها بهذا الاسم، ما يعني ما اتهم احد انه كان يفكر خارج الملعب، لكن في نقاط كانت واضحه جليه ابو لطيف وذكر تكلمنا فيها في رمضان. النصر كان عنده احتياج ملح في نقطه الظهير الايسر. الظهير الايسر ما نتكلم من اليوم ولا من الموسم الماضي، نتكلم من 3 سنوات مضت. فيتوريا وظف عوض خميس في هذا الجانب، وخرج النصر بين دوري ابطال اسيا في ذاك الوقت بسبب خطا عوض خميس في الطرف في الظهير الايسر. اليوم العبيد برضو كان يفقد هذا المركز، مع انه عندك واحد مثل العبيد اللي كنت تشوف واحد مثل عوض خميس يشارك في مركز غير مركزه في مباريات، حتى مباريات ديربي قبله حتى يحضر في توريا، لو جينا نتذكر ايام الديربي 2-2 اللي كان فيه هيلدر وجيسوس، فكان المشارك في ذاك الوقت عوض خميس كظهير ايسر. استمرت هذه المشكله الموسم الجديد مع الكوري اللي تعرض للاصابه، بعد اصابته وضحت برضو هذه المشكله، فكان على الاحرى ان النصر يستهدف هذا المركز بأن يجعله نقطة قوة بعد ما كان نقطة ضعف، والمثال في هذا واضح جدا في الأهلي مع اليوسكي. صفقة اليوسكي نقلت الأهلي في هذا الجانب من نقطة ضعف إلى نقطة تفوق عالية جدا، وحدث ذلك مع الأهلي سابقا مع شيفر ونتذكر. فالتغافل في مشكلة الظهير الأيسر كان أمر غريب جدا. جابوا محمد قاسم كان مميز مع الفيصلي. مميز مع الفيصلي صحيح، بس ما هو على مقدار المتطلبات اللي تحضر له مع النصر. يعني النصر في زمن السبعة أجانب أبو لطيفة المفترض أني ما أعاني من الظهير الأيسر، وعندي 7 أجانب منهم 3 خارج القوائم، المفترض أني ما أعاني أبدا من نقطة حارس المرمى، وهنا أتكلم عن الكابتن وليد عبد الله. ممكن البعض يقول طيب ليش وليد عبد الله ما يشارك، أو حتى ليش ما أعول على وليد عبد الله في بداية الموسم، أو أعول على أمين بخاري وما إلى آخره. أول أمير بخاري في الموسم الماضي كان مع نادي العين، ما أعتقد أنه قدم المستوى اللي على الأقل على حد متابعتي لكل مباريات العين أنه يمسك أساسي بتقييم بداية الموسم، ممكن اليوم هو أفضل خيار لنادي النصر. فكان على الأحرى أن لا يترك وليد عبد الله اللي فاقد للمشاركة الأساسية من عام 2017-2018 تحديدا آخر مباراة اللي كانت مباراة الديربي 5-1، ويقحم بعد 3 سنوات، بعد أن تقدم بالعمر ب3 سنوات، وبعد هذا الانقطاع بشكل أساسي يبنى عليه الفريق. فهذه الاحتياجين كانت مريحة جدا، حارس المرمى وظهير أيسر، إضافة إلى جوانب ما تقل عنها نقطة من هو المدرب اللي بيقود النصر. مانو مينيسيس رجل أكبر في يعني أكبر إنجاز في تاريخه تحقيق دوري الدرجة الثانية في البرازيل، فوش المغري أني أبني فريقي على مانو مينيسيس وبعد ذلك أدخل في جدال من هو المدرب اللي بيخلفه. أضف إلى ذلك المضيف نقطة السنتر، فسنت موري ما هو من المدافعين اللي ابدا تبني عليهم، وهذا الكلام واضح جليا في تجربته في فيا ريال، يعني كانت 3 سنوات سوداء لتجربه هذا اللاعب، مع انه حتى في تجربته في بيرتون ما كانت عاليه جدا، ومع ليفر بليت الكل يعرف انه كان سنتر مندفع عنده عدد بطاقات مرتفع جدا، من اصل 30 مباراه مع فيا ريال اخذ 16 كرت اصفر، فكل هذه البوادر كانت قبل حتى ما يبدا الموسم، يعني احنا ما بعد تكلمنا عن وش صار في الموسم من أشياء سيئة أخرت النصر خلتك تشوفه بحال مرتبك في نهاية الهجمة وتظهر بعض المشاكل. أن هذه الاحتياجات في الظهير الأيسر، في المدرب، في حراسة المرمى، في اختيار سنتر ما يقل عن ما يكون، ومع الأسف هذا ما صار، هذه احتياجات كانت لم يتعامل بها النصر أو من يدير النصر معها بجدية أكبر، وتم التغافل عنها بشكل الأمانة شيء أنا لا أفهمه.